أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: في الدعاء على الجنازة نقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. السؤال: ما هو الأجر المراد هنا؟ وهل قاتل نفسه يدعى له بهذا الدعاء؟ وهل كذلك يدعى بهذا الدعاء؟ وهل قاتل نفسه يدعى له بهذا الدعاء؟ وهل من مات على معصية كذلك؟ نعم، كل مسلم يدعى له بهذا الدعاء ولو كان مرتكبا لكبيرة، ما دام أنه لم يخرج من الإسلام فإنه يدعى له ولو كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، ولو كان فاسقا. كل مسلم يدعى له، صلى على جنازة ويدعى له بهذا الدعاء. وأما اللهم لا تحرمنا أجره، هي أجر مصيبته، أجر المصيبة التي تحصل عند وفاة المسلم. لا شك أن موت المسلم مصيبة على المسلمين، والمصائب لها أجر مع الصبر والاحتساب، وكذلك أجر الصلاة عليه واتباعه وتشجيعه، هذا في أجر تجهيزه، كل هذه لها أجر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، عدة أسئلة. وقاتل نفسه من أصحاب الكبائر ولا يكفر بهذا، ومن أصحاب الكبائر لكنه مسلم، صلى عليه يغسل ويكفل ويصلى عليه ويدعى له ولو كان قاتلا لنفسه، لأنه مسلم